طبعا الحين بنجرب لكم التسارع الخاص بام جي جي تي من الجير. هنا تحطه على وضعية السبورت، يتغير عندك هنا في الطبلون ويطلع عندك حرف الاس، كذا السيارة جاهزة بوضعية السبورت. ومن بعدها بسم الله نتوكل على الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صراحة فزتها جدا جميلة. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم، كل خير. صباح الخير، صباح الورد الجميع، طبعا كل انه توقيته. اليوم التغطية بتكون معانا مميزة، بعطيكم مختصرات عن هالسيارة الجميلة ام جي جي تي الرياضية الجديدة 2022. اخوكم متعب السعد. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات، وبالوصف تحت راح احط لكم جميع التواصل الاجتماعي الخاص فيني، سناب شات، تيك توك، انستغرام. الله يحييكم جميعا. واكيد هذه بتكون البداية، ام جي جي تي 2022 الجديدة. ما شاء الله تبارك الله، فئة رياضية او بتصميم رياضي جدا جميل، جاية بين الام جي 6 وبين الام جي 5، فمتوسطة الحجم بينهم لكن بشكل رياضي جدا جميل ومواصفات حلوة. ما شاء الله تبارك الله. باخذ لفة على السيارة وتشوفون أغلب التفاصيل. مثل ما تشوفون الشبك كله كامل بيانو بلاك باللون الأسود، كاميرا من أصل 4 كاميرات موجودة بالسيارة 360 درجة. شوفوا تطعيمات الكاربون فايبر جاية على أطراف الصدام الأمامي، الإضاءة فل LED. عندكم هنا هذا الليد النهاري جاي خط هنا وخط هنا مثل ما تشوفون، بيكون هنا خط وهنا خط، راح اوريكم اياه ان شاء الله بالتصوير المسائي باذن الله. عدسه واحده طبعا تكون عالي واطي بنفس الوقت. عندكم هنا الجنوط مقاس 17، هذه فئه الفل كامل، فيجي المقاس للجنط 17. الكفرات 215 على 50 على جنط 17، كفرات ميشلان. ما شاء الله تبارك الله، هذه شكل السياره من الجنب. شوفوا شكل الجمال، شوفوا كيف القصة جاية من الخلف، جاية تقويسة جدا جميلة، معطتك انسيابية وجمال وشكل رياضي. عندكم هنا المرايات الجانبية فيها إشارة وفيها كاميرا من أصل 4 كاميرات قابلة للطي برضو كذلك. عندكم الدخول بالبصمة والتشغيل بصمة، لكن الدخول فقط من جهة السائق. شوفوا شكل جمال السيارة. عندكم هنا فتحة سقف ما شاء الله، فتحة كبيرة جدا يعني. كفاءة الطاقة السيارة سايك ام جي جي تي 1500 سي سي 2022، دفع امامي الجير اوتوماتيك من 7 سرعات، تمشيك 18.3 كيلو للتر الواحد بتقدير ممتاز بلس. البنزين 95، استخدامي لها خلال هاليومين هذه جدا فعلا اقتصادية، تقريبا لما عبيتها وصل الكيلو تقريبا او تمشيني حدود 700 كيلو، 700 وكسور. طبعا تفرق من تعبيه لتعبيه، بعض الاحيان تعرفون يكون في هواء او شيء، لكن تقريبي 700 وشوي، فجدا جميله. عندكم هنا الخلفيه للسياره، شوفوا قصه الكروم كيف ممتد من القزاز الامامي جاي الى الخلف، فطالع شكل جدا جميل ورياضي. الإضاءات الخلفية LED، شوفوا الشكل هنا طالع كشكل رياضي، لما نشوفها هنا مع فتحة السقف يطلع الشكل جدا جميل. الديفيوزر الخلفي فتحتين شكمان طبعا وهمية، لكن الشكامين الأساسية تكون تحت مخفية، فتحتين شكمان، لمبة الضباب موجودة بالنص، وهذه الكاميرا من أصل 4 كاميرات. ما شاء الله تبارك الله، ام جي جي تي هذا الشكل بشكل كامل. طبعا انا عجبني جدا بالسياره هذه اللون صراحه تحفه فنيه، ماني عارف احدد اللون، في الاستماره مكتوب رمادي، لكن على الطبيعه شوفوا لما تصير عكس الشمس، شوفوا من هنا لما تصير الشمس عليها عاكسه او الاضاءه حتى بالليل لما تكون الاضاءه عليها قويه يطلع اللون كانه بنفسجي فاتح، كانه زهري فاتح، ماني عارف كيف جاي اللون.
خلينا نقول لها بالعاميه باذنجاني، متقلب اللون جدا جدا جميل. يعني من هنا تشوفونه نفس اللون اللي انا اقول لكم عليه، لكن خلينا نقول شوفوا من هنا وتوني مصور لكم اياه رمادي، فجاي اللون متقلب جدا خرافي. انا هذه وجهه نظري للون، جدا خرافي، فعلا فعلا جدا خرافي، ما شاء الله تبارك الله. ونبدا بتفاصيل الماكينه. السياره اللي معانا 4 سلندر 1500 سي سي توربو، تعطي قوه 169 حصان، بعزم دوران 275 نيوتن متر، والجير اوتوماتيكي من 7 سرعات. وهذا شكل الماكينه كامل للي يحبون يتفرجون على شكل الماكينه. وبنوريكم برضو بضغطة زر من هنا تفتح لك الشنطة، وهذه سعة التخزين اللي موجودة فيها، وبإمكانك تصفط المرتبة الخلفية تعطيك سعة تخزين أكبر وأوسع. وهذه الاستبنة والعدة اللي موجودة فيها والمثلث للطوارئ، طبعا تتسكر يدوي، لكن الشكل ايش رايكم فيه؟ اعطوني رايكم في السياره بالتعليقات. طبعا ولا تنسى اللي تتابعني الان لا تقصر معانا بالاشتراك واللايكات الجميله، دعم لي الله يعطيكم العافيه. وبنكمل تفاصيل المزيونه. طبعا وفي شغله نسيت اذكرها لكم، الكاميرا اللي موجوده هنا، هذه الكاميرا لتحديد السيارات اللي قدامك، فيها نظام مانع الاصطدام او التنبيه من الاصطدام الامامي، فمجرد انك انت مسرح وكنت قريب من سياره يعطيك جرس في الطبلون وتنبيه بنفس الوقت انه انتبه المسافه قريبه اللي بينك وبين السياره اللي قدامك. خلونا ندخل ونشوف الداخليه الجميله، نبداها من الخلف. هذه داخلية السيارة، طبعا الفئة اللي معانا فئة الفل كامل، فتجي المراتب جلد من ثلاث ألوان مفصلة مثل ما تشوفون. الداخلية أسود بعدين أبيض بعدين أحمر. طبعا هنا عندك جلد، هذه الأحمر مع الأبيض تقريبا كامل مثل ما تشوفون. مساحة تخزين، باقي الجلد كامل على السيارة أسود وبالتطريزات الحمراء مع الأسود كذلك. هنا خلها تكون واضحة كذا بالعدسة الواسعة، هذا شكل الداخلية، تطعيمات باللون الأحمر مع الأبيض مع الأسود، فيها نظام لوزوفيكس الخاص بمقاعد الأطفال بدون تكاية بالنص. بسم الله نركب ونشوف. وهذا الشكل الداخلية، طبعا فتحة السقف ما شاء الله جدا كبيرة، الإضاءة الداخلية هالوجين، فيها تعليقة بنفس الوقت، عندكم الإرباقات الجانبية موجودة غير الإرباقات مرتبة السائق والراكب، عند السائق والراكب بنفس الوقت. هنا إرباقات جانبية، التطعيمات اللي على شكل الكربون فايبر موجودة هنا ما شاء الله، البيانو بلاك في كل مكان على أطراف الأبواب، هنا حتى على الأزرار شوفوا باينة، كذلك على أطراف التكييف، فتحة التكييف واحدة، منفذ يو اس بي، مكان تخزين بسيط. شوفوا الراحة والوسع اللي أنا فيها، هذه موزونة على مقاسي، طولي 170 ومرتاح وأنا راكب، ففي مساحة جدا وسيعة. خلينا نوريكم شكل السيارة من وراء، هذا الشكل كامل، شوفوا الشكل والجمال، تطعيمات البيانو بلاك في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. ونجي الآن لتفاصيل المنطقة الأمامية، مثل ما ذكرت لكم من قبل الدخول والبصمة فقط من جهة السائق بنفس التفاصيل، الجلد اللي موجود هنا باللون الأحمر، قفل القزاز، تحكم بالقزاز كامل، فقط قزاز السائق هو اللي يكون أوتوماتيكي فقط، يعني بضغطة واحدة تنزل وبضغطة واحدة ترتفع القزازة فقط للسائق. قفل الأبواب موجود هنا فقط برضو بمنطقة السائق أو على باب السائق نفسه. التحكم كهربائي لمرتبة السائق برضو فقط، مرتبة الراكب بتكون يدوية. بسم الله. هنا عندكم التحكم بالمرايات الجانبية مع قابلية طي المرايات،
والتحكم بالإضاءة الأمامية ترفعها أو تنزلها على حسب رؤيتك. وعندكم هنا فتح البنزين وفتح الكبوت بنفس الوقت. كذلك هنا تقدر ترفع وتنزل قاعدة الدركسون نفسها على حسب راحتك في القيادة. بسم الله. التشغيل بصمة وهذا الشكل كامل مع التشغيلة. وهنا عندكم الرسالة الترحيبية بعلامة MG، شوفوا طبعا مع الشمس بتكون واضحة لكم. التطريزات اللي موجودة على الجلد دركسون جدا جميلة، تطريز باللون الأحمر، البيانو بلاك، الكروم اللي موجود هنا، كذلك هنا وشعار MG. التحكمات بالميديا بالجهة اللي على اليسار مع الرد للهاتف، والتحكمات بالطبلون من الجهة اليمين من هنا مع الأوامر الصوتية. كذلك الشفتر اللي موجود خلف الدركسون للمانوال. كذلك هنا عندكم العصا الخاصة بالإنارة، وبنفس الوقت فيها نظام الأوتو فتشتغل معاك. كذلك عندكم هنا العصا الخاص بالمساحات الأمامية. وهنا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شكل الطبلون كله كامل إلكتروني. فئة الستاندر اللي هي أقل فئة من السيارة هذه راح تكون العدادات امبيرات، فهنا الفرق. هنا السرعة، شوفوا الخط الأبيض هذا هو السرعة، وهنا الخط الأبيض هذا يطلع بالأحمر. طبعا الأحمر هذا اللي تشوفونه هذا الأحمر يزود كRPM، وكذلك هنا بيطلع لون أحمر لو زدت السرعة ويبين لك، غير العداد اللي موجود هنا وهنا. وهذه الشاشة، شاشة للمعلومات، وتقدر تتحكم فيها من هنا. شوفوا تغيرت معانا كإعدادات وشكل السيارة كامل. هنا عندكم الكيلومتر اللي مشت فيه السيارة، وهنا الكيلوات اللي تقطعها السيارة للبنزين. كذا باختصار لمعلومات الشاشة. عندكم برضو الشاشة اللي بالنص هنا تقريبا حجمها 10.25، برضو تاتش، وتدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو كذلك، وبلوتوث برضو بنفس الوقت. طبعا تاتش تقدر تتحكم بالأشياء اللي أنت تبغاها. هنا هذا الرادو، هنا الإعدادات، الإضاءة، نظام التحكم، نظام التكييف، وهنا المكالمات اللي هي تقدر تشبك جوالك على البلوتوث بشكل عام. تبغى ترجع بزر الهوم من هنا أو بالاختصارات اللي من هنا، زر الهوم من هنا. كذلك تقدر تقصر أو ترفع على المسجل من هنا. طبعا بأخر التكييف بس عشان الصوت. عندكم تفتح وتقفل التكييف برضو من هنا. التسخين للقزاز، هنا رفع مستوى التكييف بضغطة واحدة من هنا راح يطلع لك، تقدر تقصر على مستوى التكييف أو ترفعه على حسب احتياجك. كذلك التحكمات من هنا ومن هنا بنفس الوقت. تبغى ترجع بضغطة واحدة يرجعك للهوم. شوفوا البيانو بلاك والأشكال الجميلة هنا، كيف التصميم جاي متناسق مع فتحات التكييف. كذلك هنا برضو نفس الشيء مع فتحات التكييف. عندكم هنا مكان تخزين بسيط، منفذ USB، منفذ 12 فولت أو منفذين USB ومنفذ 12 فولت. البيانو البلاك اللي موجود على الكونسول الوسطي. كذلك الجير أوتوماتيك من 7 سرعات، بريك إلكتروني، الأوتو هولد. شوفوا هنا في حركة، طبعا بإمكانك لو عشقت، خلنا نوريكم هنا طلع لك حرف D، مزبوط كذا تعشق وتمشي للسيارة. لكن تبغى تقلب الوضعية إلى السبورت بنفس الجير، ضغطة واحدة راح تطلع لك العلامة هنا حرف الاس، ففيها وضعيتين قيادة، الاس والعادي. نرجعها وبضغطة واحدة من هنا للبي. مكان للأكواب عدد 2. التكاية اللي بالنص جلد ما شاء الله، وهذه مساحة التخزين الخاصة فيها. شوفوا شكل الديزاين الخاص بالمرتبة الأمامية بنفس الشكل هذا، جدا جميل. طبعا فتحة السقف، الستارة نفسها تحركها يدوي، لكن تحريكها من هنا تقدر تفتحها أوتوماتيك على حسب احتياجك من هنا.
الإضاءة الداخلية كاملة هالوجين، حافظة للنظارات، المراية هنا ما فيها تعتيم، بدون التعتيم. عندكم هنا الشماسات وفيها إضاءة وفيها مراية، وبرضو نفس الشيء هنا بإضاءة ومراية. أنا ما أحب القراطيس الصراحة، فاسمحوا لي بنشيلها عشان تبين جمال السيارة بالإضاءة وبالمراية بنفس الوقت. خذها قاعدة في حياتك، استمتع بحلالك والله. فالقراطيس هذه ما لها أي فائدة، ما راح تتمتع في السيارة إذا أنت حاطها. شوفوا كيف شكلها، طلع مرتب جميل بدون القراطيس. سماعات داخلية للسيارة تقريبا من 6 سماعات، الأصوات أو صوت داخل السيارة على السماعات جدا ما شاء الله بطلة. طبعا وضمان السيارة 6 سنوات أو 200,000 كيلو، أيهما يسبق. طبعا الوكيل الخاص لشركة MG مجموعة تأجير، وعندكم سعر السيارة ب76,415 شامل الضريبة واللوحات بنفس الوقت، هذه فئة الفل كامل. طبعا وهنا عندكم التحكم بتثبيت السرعة، لما تجي تثبت السرعة تضغط ضغطة واحدة من هنا وترفع وتنزل، إذا تبغى تزود السرعة تزود السرعة على فوق، تنقص السرعة على تحت بضغطة واحدة من هنا. كذلك عندكم هنا الكاميرا 360 درجة مثل ما تشوفون الآن على 2D، لو حبيت أخليها 3D بضغطة واحدة من هنا تقدر تشوف الاتجاهات اللي موجودة للسيارة بضغطة من هنا، فشيء جدا جميل. وهذه للكاميرا الأمامية وهذه للكاميرا الخلفية. طبعا من ضمن المميزات اللي موجودة بالسيارة فيها تحذير الخروج عن المسار، لو قربت من المسار شوفوا يطلع لكم هنا بالتنبيه بالشاشة إضافة إلى الصوت، وكذلك تحذير الاصطدام الأمامي. طبعا وكيف تعرف الإعدادات الخاصة بالتنبيه من الخروج على المسار أو التنبيه من الاصطدام الأمامي؟ من الإعدادات من هنا ضغطة زر على الزر هذا، ومن بعدها تروح مساعدة السائق تضغط عليه هنا، يعطيك شوفوا هنا خيارين، تحذير من الاصطدام الأمامي لو ضغطت عليه راح يعطيك انك تقفله او تفتحه بنفس الوقت، تحذير مغادرة الحارة اللي هي الخروج على المسار برضو نفس الشيء تقدر تقفله او تفتحه كذا فتحناه، فتقدر تختار اللي تبغاه. حساسية التنبيه تبغاه منخفض متوسط مرتفع، تبغى تنبيه مسموع يكون بصوت، تبغى تنبيه من الاهتزاز عن طريق الدركسون، فانت اللي تختار اللي انت تبغاه. طبعا هذه الاضاءات عشان تكون واضحة لكم كيف الليد النهاري، هذا الخط ليد نهاري وهذا الخط ليد نهاري ومن عدسة واحدة، وهذا الشكل كامل. وهذه الإضاءة الخلفية فل LED. وبكذا انتهينا من تغطية MG GT 2022 الجديدة كليا. يعطيكم العافية، إلى تغطية أخرى إن شاء الله، فأمان الله.